بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العلي العظيم. استقبلنا قبل أيام رأس السنة الميلادية الجديدة، وقد تحدثنا أكثر من مرة بأننا ننفتح على السنة الميلادية 2002 من موعد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، كما ننفتح على السنة الهجرية 1422 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله، لأن القرآن الكريم يقول: لا نفرق بين أحد من رسله، فنحن نؤمن بالسيد المسيح عليه السلام عبد الله ورسوله، وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه، كما نؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكننا أكدنا أكثر من مرة أن التاريخ في كل أمة يمثل الشخصية التاريخية التي تجمع كل نتاج الأمة في كل تاريخها منذ ولادتها. فنحن كمسلمين يمثل التاريخ الهجري بالنسبة إلينا كل حركة الإسلام في التاريخ، منذ انطلق النبي صلى الله عليه وآله بالإسلام وتحرك المسلمون في مسيرة الإسلام امتداداتهم في العالم وفي فتوحاتهم وفي انتصاراتهم وهزائمهم وفي نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم وفي الغنى الثقافي من خلال الحضارة الإسلامية التي امتدت في العالم، من خلال الشخصيات التاريخية من قيادات إسلامية في المجالات السياسية والمجالات الدينية والاجتماعية وغيرها من المجالات. فالإنسان عندما يستذكر التاريخ الهجري يستذكر كل تاريخه، وبذلك يعيش الشخصية الإسلامية التاريخية
ومن خلال ذلك ينفتح على مسؤوليته عن صنع التاريخ للمستقبل. وهذا يمكن لخص القرآن عندما أعطى صفة الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني يركز شخصية الأمة بأنها الشخصية المتحركة في الأمر بكل ما يرفع مستوى الناس وهو المعروف، وفي النهي عن كل ما يسقط مستوى الناس وهو المنكر، وينفتح على الإيمان بالله. هذا يجعل عندنا إحساس بأنه جزء من أمة، والأمة عظمتها بتاريخها الذي صنعه أجدادها، وبتأريخها الذي تصنعه أجيالها المقبلة. وهذا الذي أكده القرآن الكريم في قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، صنعوا تاريخهم، ولكم ما كسبتم أصنعوا تاريخكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. كل جيل من الأجيال مسؤول عما يعمل وليس مسؤولا عن الجيل السابق. لذلك نحن نتحدث دائما معكم ومع كل إخواننا وأخواتنا، يجب أن يكون التاريخ الهجري أصيلا عندنا. لما تكتب مكتوب اكتب التاريخ الهجري، بالمعاملاتنا، بتجاراتنا، ما له شيء، ما في مشكلة. التاريخ الميلادي هو التاريخ اللي ماشي بالرسميات، نكتب مثلا التاريخ الهجري، مثلا افرض اليوم نكتب 20 شوال سنة 1422 الموافق مثلا ل4 كانون ثاني سنة 2002، كل التاريخين. لأن إحنا بدأنا نتيجة أن العالم كله أخذ بالتاريخ الميلادي، أصبح أغلب المسلمين لا يعرفون التاريخ الهجري. يعني الآن عملوا لنا استفتاء بأولادكم، نسائكم، كل الناس، مثلا اسألوا، هلا جربوا، كل واحد يجرب محيطه. السنة الهجرية شو تاريخها؟ السنة الهجرية بالمئة قديش اللي بيعرفوا أنه في عندنا سنة 1422، وأنه أول محرم تتغير كل سنة أيضا؟ قلة من الناس. الأمة التي تنسى تاريخها تنسى مستقبلها، تنسى هويتها، تنسى شخصيتها. أنا مثل ما قلت لكم، إحنا ما بنتعقد، لا بنتعقد من التاريخ المسيحي، وحتى مش إحنا الآن ضد الصهاينة، ما نتعقد من التاريخ العبري اللي يتصل بموسى عليه السلام. إحنا يعني إذا كنا ضد اليهود لأنهم كانوا أشد الناس عداوة للذين آمنوا، مش ضد موسى عليه السلام، بالعكس قرآننا مملوء بحديث موسى عليه السلام. ما عندنا مشكلة من أي تاريخ، ما عندنا مشكلة. نحن لا نريد إلغاء تاريخ الأمم، ولكننا نأكد شيء: كل أمة لها هويتها. إحنا المفروض هويتنا الإسلامية المنفتحة على المسيحية، المنفتحة على كل الديانات، بس لازم نحافظ على هويتنا. لذلك علموا أو أنفسكم أولا وأهليكم التاريخ الإسلامي، وليس من الضروري أن تغفلوا التاريخ المسيحي.
هذه نقطة أحببنا أن ثانية. رأس السنة يمثل الحاجز الزمني بين تاريخ وتاريخ، يعني سنة مرت في سنة جديدة. أولاً، ما هو إيحاء رأس السنة عندنا؟ بعض الناس يفكروا بأنه رأس السنة لازم واحد يفرفش ويلهو ويعبث ويرقص ويغني، فيه ناشئ، وهذه طبعاً جاءتنا من الغرب الوثني مثل المسيحي. المسيحية مثل الإسلام، تربطك بالله، تربطك بالقيم الأخلاقية الإنسانية، تبعدك عن كل لهو وعبث يسقط الجانب الأخلاقي للإنسان. لذا المسألة، هؤلاء عندما يمارس المسيحيون أسباب اللهو والعبث الفاحش تماماً كما يمارس المسلمون ذلك، ليس بصفتهم المسيحية وليس بصفتهم، بل بصفتهم اللاهية العابثة التي تقلد الغرب في ذلك كله. الآن احنا الشيء اللي بنلاحظه في العالم في احتفالات رأس السنة وبدأ يزحف إلنا، هو أن العالم يدخل في حال جنون. زين، أنت تصير عندك حالة جنون. هالناس مثلاً برك مثلجة بينزلوا فيها لأتراس السنة، بيعملوا ليه؟ كل شو؟ والله لأنه في سنة جديدة إجت. معنى سنة جديدة إجت؟ مسؤولية جديدة، مستقبل جديد جاء، حركية إنسانية جاءت جديدة. سنة مضت، سلبيات مضت، إيجابيات مضت. الآن المصارف في أول رأس السنة، قبل رأس السنة، بعد رأس السنة بأيام، في حالة طوارئ. ليش؟ بيحسبوا حساب الأرباح والخسائر، الأرباح والخسائر، بس فقط أرباح المال، أرباح الخسائر. إحنا كمسلمين الأرباح الحقيقية والخسائر الحقيقية هي أرباحنا ما يقربنا إلى الله من الحسنات، وخسائرنا هو ما يبعدنا عن الله من السيئات. لأنه بيوم القيامة الآخرة في عملة، في يورو ودولار وين ومارك وما أشبه ذلك، ما في في وما تقدموا لأنفسكم من خير، في خير وفي شر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا عملة الآخرة، هذه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذا، فإحنا إذن مسألة الخسارة والربح عندنا هي ما نقدم من عمل. عندما ينقضي تاريخ ويأتي تاريخ، مفروض نبحث كم استطعنا فيما مضى من تاريخ، كم هو رصيدنا من الحسنات وكم هو رصيدنا من السيئات. هذا. وفي التوجيه الإسلامي أيها الأحبة، المسألة مش بس السنة، اليوم أنا مراراً محدثكم عن أدعية الإمام زين العابدين سلام الله عليه.
في عنده دعاء في الصباح والمساء، موجود في الصحيفة السجادية، وأنا دائما أدعوكم إلى أن تقرأوا الصحيفة السجادية لأنها ثقافة روحية وأخلاقية واجتماعية ونفسية وفكرية، وأنا أعتقد بعدنا ما اكتشفناها صحيفة السجادية. 3 كتب لازم نظل إحنا نقرأهم، أولادنا بيقروهم، وبالجامعات لازم تقرأ قرآن ونهج البلاغة والصحيفة السجادية. في إله دعاء الإمام زين العابدين، دعاء في الصباح والمساء، عندما يصبح الصباح كان يدعو به، وعندما يمسي المساء كان يدعو به. كيف يستقبل الصباح الإمام أو المساء؟ يقول: اللهم وهذا يوم حادث جديد. إحنا نقدر نقول نغيرها: اللهم وهذا عام حادث جديد. نفس الشيء، يعني هو يعتبر فاصل زمني. اللهم وهذا يوم حادث جديد، وهو علينا شاهد عتيد، يعني اليوم سوف يكون شاهدا علينا أمام الله. عتيد يعني حاضر. تصور أنت اليوم هالساعات وهالدقائق تشهد عليك. كيف؟ مش بس تشهد عليك، بترحب فيك أو أنها تزعل منك. شو بيقول الإمام بعد؟ إن أحسننا بالعمل ودعنا بحمد. لما الواحد يجي وانت مرتاح له، توصل معه للباب كل ترحاب: أهلا وسهلا، شرفت البيت. اليوم هم هيك بيعمل معنا: إن أحسننا ودعنا بحمد، وإن أسأنا فارقنا دارنا ظهره. يعني واحد لما يجي ببيت ويشتمك ويعمل معك كذا، أصلا لا هذا دير له ظهرك، اطلع برا. وإن أسأنا فارقنا بذنب. شو بيطلب الإمام؟ اللهم فارزقنا حسن مصاحبته، واعصمنا من سوء مفارقته بارتكاب جريرة أو اقتراف صغيرة أو كبيرة، وأخلنا فيه من السيئات، واملأ لنا ما بين طرفيه حمدا وشكرا وأجرا وذخرا وفضلا وإحسانا. اللهم يسر على الكرام الكاتبين مؤنتنا، إلى آخر السؤال. يعني عندما يأتي اليوم، يأتي الأسبوع، يأتي الشهر، يأتي العام، هذا يكون عندنا موقف نستعيد فيه ما مضى، ونفكر كيف نخطط لما يأتي. لاحظوا هسه، ما بدنا نقرأ لكم الدعاء كله، لكن بقرأ لكم الفقرات اللي الإمام يخطط فيها كيف يجعل يومه يوم مملوء بما يحبه الله. شو بقول الإمام؟ اللهم ووفقنا في يومنا هذا، احنا مثلا نقول في عامنا هذا، وليلتنا هذه، يعني بالمساء. شو تخطيط؟ شو هي الأشياء؟ لاستعمال الخير وهجران الشر، وشكر النعم، واتباع السنن، ومجانبة البدع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحياطة الإسلام، وانتقاص الباطل وإذلاله، ونصرة الحق وإعزازه، وإرشاد الضال، ومعاونة الضعيف، وإدراك الجهل. يعني 14 نقطة كلها تمثل خطوط ما الخير الذي يقربنا إلى الله في المسألة الشخصية والمسألة الاجتماعية وحتى في المسألة السياسية،
أن نملأ يومنا بهذا حتى يكون يومك يوم ينطلق من خطة. أول ما تقبل بالصباح تخطط ما هي القضايا التي تملأ بها يومك ليكون يومك يوماً إسلامياً يقربك إلى الله ويرتفع بك إلى مقام رضوانه. وهذا الشيء اللي باليوم يجب نحاول، يعني أن نعيش. يعني ليش؟ في نقطة خلينا نفكر بيها. إحنا كل واحد من عندنا ماشي، حتى لو كان قاعد، من كان الإمام علي يقول من كان مطيته الليل والنهار. في ناس يركبوا سيارة وتمشي السيارة، ناس يركبوا طيارة وتمشي الطيارة، وفي ناس يمشوا بالإبل وبالبقر، في ناس لا، سيارتهم وطيارتهم اليوم والنهار. هذا اللي سيارته اليوم والنهار حتى لو نايم هو عم يمشي. مثل واحد كيف نايم هو بالطيارة، نايم أو قاعد والطيارة تمشي أيضا. من كان مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن كان واقف. والله شو بقولنا؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، واصل لهنيك فملاقي. إذن إحنا لما عندما نمشي بطريق وكل يوم نقترب من الغاية، لأنه مثل ما قلت لكم مرة، الإنسان أكبر شيء يوم ولادته، لأن عمره كله بعبه مثل ما بنقول شعبيا. أنت الآن كل ورقة تشيلها من الرزنامة معناها نقص من عمرك يوم، وكل رزنامة تبدلها نقص من عمرك سنة. فكل ما أنت عم يجي الزمن أنت عم تقترب من الهدف. لما بدك توصل ما بدك تلاقي عندك رصيد، هذا تشير إلى الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، راقبوا بأعمالكم، راقبوا بأقوالكم، راقبوا بعلاقاتكم، راقبوا بحبكم وبغضكم، راقبوا بتأييدكم ورفضكم، ولتنظر نفس دائما تفكر ما قدمت لغد. شو قدمنا لغد؟ طبعا غد الآخرة. وأيضا نستوحي منا، أيضا الإنسان يفكر بالحاضر للمستقبل دائما. لا تغمض عيونك عن المستقبل، لا تستغرق في الحاضر. معلش اليوم عندك حاجاتك، حاجاتك الشخصية المادية العائلية، لكن فكر بحاجاتك بكرة. ما عدنا أن واحد بيخلي القرش الأبيض لليوم الأسود. القرش الأبيض مش بس عملة نقدية، القرش الأبيض أيضا عملة خيرية روحية عبادية. خلي قرشك الأبيض بعملك الصالح لليوم الأسود، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. ما حدا بيعرف حدا، ما يحتاج نستعد له هذا أو لا، أو نفرفش. أو بعض الناس هذا هم العادة السيئة، عادة إطلاق الرصاص. شو بدك تأوس السنة الجاية يعني؟ أو بدك من قبيل واحد يرمي حجار على اللي راحوا؟ شو يعني؟ فهموني، أنا أريد أن أفهم
ما هي فلسفة إطلاق الرصاص في آخر السنة أو في أول السنة؟ بدي أفهم هذه فلسفة بعدني حتى الآن أنا ما فهمت فلسفتها، لا بالدين ولا بالحضارة ولا بالاجتماع ولا بالاقتصاد، ما حد هم أدري فهمني. فهموني شو معنى واحد الآن لما يموت واحد يقعد أوس؟ أوس مين؟ شو يعني؟ تحية إله؟ شو هالنوع من التحية؟ تحية قرأ لفاتحة. التحية تحدث بصفاته الطيبة، صفاته الحسنة، وخصوصا هم إذا جانب الرصاص المفرقعات. مفرقعات اللي إحنا أصبحنا نربي أولادنا تربية سيئة متخلفة. أنك تعطي أولادك ابنك 10 دولارات أو 5 دولارات حتى يشتري حتى يزعج الناس، وثم جاءت تؤدي إلى نتائج أمنية ضد حياة الأولاد. وحتى مش عندنا بس بالغرب، إحنا جتنا كلها من هناك. هلأ ما قريته الآن في كثير من الدول صارت السنة، ما ذي بالبيرو ما كذا، مئات القتلى من الألعاب النارية. شو الفائدة؟ ليه؟ إحنا لازم نثقف أولادنا على أن يحبوا الهدوء، على أنه يشعروا بمشاعر الناس اللي بتحب تنام، تحب ترتاح. لماذا إحنا معنيين أن تكون مناطقنا الإسلامية مناطق ما حدا بيقدر يرتاح فيها؟ لو كان أعصابه تحطم له أعصابه أكثر. هذا تخلف، هذا رأس السنة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما هو رصيدك. بعد ما تدرس المسألة خليك أنت ماشي واتقوا الله. ليش بدك تتقي الله؟ الله بيعرف كل شيء. إن الله خبير بما تعملون. ودائما خلوا الله قدامكم، عندما تاكل، عندما تشرب، عندما تلبس، عندما تسكن، عندما تمارس شهواتك لذاتك، عندما تعيش ببيتك، عندما تعيش مع الناس كلهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، لأنك إذا ذكرت الله ذكرت نفسك وذكرت مسؤوليتك وذكرت كيف يمكن لك أن ترتب حياتك بما يعطيك السعادة في الدنيا والآخرة. وأما إذا نسيت الله ذكرت الشيطان ونسيت نفسك. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. في جنة ونار أو لا؟ مفروض تؤمنون. بدكم الجنة؟ ما بدكم النار؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، مش مثل بعض. أصحاب الجنة هم الفائزون. بدك شهادة، الشهادة بتجي بالبلاش. بدك تدرس، بدك تعمل. هذا فمن أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابه. مثل واحد الآن لما عندما الإنسان آخر السنة أولادكم لما يروح للمدرسة ويعطوا شهادته وتبين ناجح، شو بيعمل؟ تعالوا شوفوا، فرجيها لكل واحد. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول، يجري كل الناس بالمحشر، ها أم اقرأوا كتابي، ترى أنا عملت، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الماضية. وأما من أوتي كتابه بشماله، شو
راسب، فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، هلك ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خلص حكيه اجا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ. شو رأيكم؟ يسوى التعب؟ كيف بدنا نحتفل برأس السنة؟ بدنا نعيش حالة طوارئ. في كلمة ما راح نطول عليكم، بس هذا شيء يتعلق بكل حياة. أقرأ لكم بعض الكلمات عن النبي صلى الله عليه وآله: ألا وإنكم في يوم عمل لا حساب فيه. ألا ما في شيء يقمرق الحارق، بس يقمرق بعدين. ويوشك أن تكونوا في يوم حساب ليس فيه عمل. يوم القيامة بس في حساب، عمل بعد ما فيه. ثم يقول: لا يكون الرجل طبعا والمرأة أيضا من المتقين حتى يحاسب نفسه. شوفوا النبي شو بيقول: أشد من محاسبة الشريك شريكة، فيعلم كيف يحاسب نفسه، من أين مطعمه ومن أين مشربه ومن أين ملبسه، من حلال من حل أو من حرام. وهكذا يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوها قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر عندما تعرضون، يومئذ تعرضون أمام الله لا تخفى منكم خافية. وهكذا يقول: أكيس الكيسين. الكيس هو العاقل. من أعقل العقلاء؟ من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. وأحمق الحمقى، من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمان. الإمام الكاظم يقول: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل خيرا استزاد منه وحمد الله عليه، وإن عمل شيئا شرا استغفر الله منه وتاب إليه. الإمام الصادق يقول: إذا أويت إلى فراشك قبل ما تنام، فانظر فكر ما سلكت في بطنك، شو أكلت، هذا الأكل دخل بطنك حلال أو حرام، وما كسبت في يومك، هل هو مال حلال أو مال حرام، واذكر أنك ميت وأن لك معادا. إمام علي عنده تعليم كيف واحد يحاسب نفسه لمن يجلس مع نفسه. وقد سئل الإمام علي عن كيفية محاسبة النفس، قال: إذا أصبح ثم أمسى رجع إلى نفسه، صار عنده حوار بينه وبين نفسه، وقال: يا نفس، إن هذا يوم مضى عليك لا يعود لديك. يوم الخميس يرجع لنا، راح. والله سائلك عنه، عن هذا اليوم، فيما أفنيته يا نفس، فما الذي عملت فيه؟ ثم اطرح على نفسك الأشياء اللي لازم تنعمل. أذكرت الله في هذا اليوم؟ أم حمدتيه؟ أقضيت حق أخ مؤمن؟ أنفست عنه كربة كان مكروب ونفست عنه الكربة؟ أحفظته بظهر الغيب، سافر وعنده أهل وعنده مال
وكنت قادرا على أن تحفظه في أهلي وماله، عملت الشيء أو لا؟ أحفظته بعد الموت؟ مات وترك أيتام، حفظته في مخلفيه؟ أكففت عن غيبة أخ مؤمن بفضل جاهك دافعت عنه؟ أأعنت مسلما؟ ما الذي صنعت فيه؟ ثم يقول الإمام: فيذكر ما كان منه كل عمل، فإن ذكر أنه جرى منه خير حمد الله عز وجل وكبره على توفيقه، وإن ذكر معصية أو تقصيرا استغفر الله عز وجل وعزم على ترك معاودته. وفي نهاية المطاف الإمام الصادق يتحدث عما وعظ به لقمان ابنه: اعلم أنك ستسأل غدا إذا وقفت بين يدي الله عز وجل عن أربع: عن شبابك فيما أبليته، وعمرك فيما أفنيته، ومالك مما اكتسبته، وفيما أنفقته، فتأهب وأعد لذلك جوابا. وعلى ضوء هذا أيها الأحبة، لا بد أن نذكر الموقف أمام الله عندما يأتي النداء: وقفوهم إنهم مسؤولون. ويقول الله: لله ما في السماوات وما في الأرض، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير.